ذبحوا اولادنا وذبحوا شبابنا واخذوا نسوان واخذوا بنات وهجرنا هجرنا جينا اللي جاي سويت نداء لهذول الشباب الايزيديه لكن لبرك ناخذ شوي ثارنا جو شباب كثره يعني بس من البارحه واليوم لحد الان جاي حوالي 55 واحد احنا كنا منطقه محصوره بجبل سنجار نعم والدوله الاسلاميه كان يقتلون الاطفال والنساء واحنا ما حد ساعدنا ولا جانا قوه من اي مكان جماعه اليبك خلف الله عليهم هم جانا وفتحونا الطريق وجينا للمخيم فمن المخيم جينا هنا نطوع حتى نروح على نرجع على مكاننا ومنطقتنا نقاتل الدوله الاسلاميه او الدواعش وما حد ساعدنا يعني احنا جينا هنا طوعنا وهم يعني علمنا على التدريب بصوره اراديه وليس اجباريه وجينا هنا تواجدنا لنروح ندافع عن عوائلنا وشرفنا واراضينا فساعدونا الجماعه الايباكي هسه يدربونا هنا وانطونا اكل ومساعدات والبسه واسلحه